إلى الكلام على روايات المدلسين في صحيح البخاري، كنا نأخذها بالليل، لا يبقى للبخاري، يصفو للبخاري وبعده الفتاوى. احنا وقفنا عند عمر بن عبيد الطنافسي، وهو من الثالثة طبقة، هنا من الطبقة الثالثة في المدلسين، لا يوجد له سماع. عدد الحديث التي عن فيها حديث واحد فقط، والحافظ جعله من المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وجعله أيضا ممن أكثر من التدليس وعرف به. الحقيقة الحافظ جعله من المدلسين وعده من الطبقة المرتبة الثالثة في هذا الباب، ولكن عند المراجعة تنظر فترد ليس مدلسين. ذكر الحافظ أسماء المدلسين في كتاب النكت، أشار إلى أنه بيّن أحوالهم بيانا شافيا في كتابه تعريف أهل التقديس، والحافظ لم يرده البتة في كتاب تعريف أهل التقديس، لم يرد عمر بن عبيد الطنافسي. ونص عبارة الحافظ في النكت، وقد أفردتهم بالتصنيف في جزء لطيف بيّنت فيه أحوالهم بيانا شافيا. ولم يذكر أحد ممن ترجم العمر بن عبيد أنه من المدلسين. يوسف يقول أصل هنا الإباحة، نعم الأصل إباحة ليس المنع. ووقوع أوهام أخرى في الباب في نفسه في التدليس في كتاب النكت، الأمر الذي يعني قد نقول بأنه شوف يعني لم يجعل من المدلسين، حتى الحافظ نفسه في التهذيب لم يكتب أن عمرو بن عبيد من المدلسين، وحتى في تقريب التهذيب لم يكتب أنه من المدلسين. فالصحيح أن عمر بن عبيد ليس من المدلسين. أحاديثه تعالى عن فيها طرف حديث أخبارنا عمر بن عبيد الطنفسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رفع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل. وعمر بن عبيد ليس بمدلس، فالعنعنة ليس تضر لأنه ليس بمدلس، ده الراجح الصحيح خلافا لما قاله الحافظ. عمر بن عبيد أيضا لو تنزلنا مع الخصم بأنه مدلس، تابع عمر بن عبيد في رواية عن سعيد عدد من الرواة، منهم شعبة بن حجاج أصل الأصول كان في صحيح البخاري، ومنهم الثوري أساطين المحدثين، ولذلك لا يمكن أن يؤخذ على أحاديث عمر بن عبيد في البخاري بحال من الأحوال. وبهذا كما قلنا رويدا حتى ننتهي من رواة المدلسين في صحيح البخاري. يبقى لنا بفضل الله جل وعلا البخاري في الليل مع الفتاوى. الله يعلمنا وإياكم يا رب. أنا سعيد جدا بكم وبحرصكم، ونسأل الله أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.